الواجب المحافظة على الصلاة ويربى الأبناء على الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. مروهم بالصلاة، علموهم الصلاة وهم أبناء سبع، لو وصل عشر سنوات وما بيصلي أضربوا. قال ابن عثيمين: وهذا من أساليب التربية، ولا تشتغل بما يقوله المخذلون، أضرب على الصلاة وهو ابن عشر سنوات حتى يتربى عليها ويقم على الصلاة، وهي من أعظم شعائر الإسلام، والمحافظة عليها تدل على الإيمان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصية القحطاني: لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.